شكارة البنبن تيك تيك بون تيك بون تيك بون عندي شكارة البنبن فوقك واش مساكن هذا سمقوش الحوايج في شي باع اي اي على باع باع حوالا باع ما بقاش بزاف باع اي 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 عتروسه زين اي جاي اي باع قالك اه باع باع اسمعي باع شورفه شورفه بصح معزاش ماشي معزاش شويرف بصح باع شي غاس عندو هذا ديري لي الراقة صورة صورة هذاك راك بحال حاولين هذا 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 هذاك بحال حاولين صغير وكي هذاك راك بحال هذا هذا تركي انت هذه وش احمر فين يا خدي الجوز ناخذ ديال الطحين ما خصيش وحده تكون جديده شي وحده تكون واعره زوينه هذه كانت شويه حتى تتمشى خلي كيس خاورة عليها راه بداتك انا صافي انا خديتها يلا تبارك عليا خلي هادي شفت كان وإلا هادي كانت ديوا ديوا ارى عليا ارى دري بيزا دري محمر محمر باش ندير من 4 ضرب 50 راه تفرج انا خارج ورا خارج ورا خارج ميرينوس 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 هذا هو ميرينوس غير برقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين شميش اليوم تتحرك 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 ودابا عاد نهضر أخوتي اللي بقى معايا حتى لهاد اللحظة كنتمنى ليه عيد أضحى سعيد وكل عام وهو بصحة وسلامة وباش ما تمنى في حياته ربي يحققوا ليه تنتمنى ليه النجاح لوليداته ولا كان مازال تيقرا النجاح ليه وكل سنه هو طيب بصحه وسلامه لاعز الناس ليه ولينا كذلك تمنوا الخير للجميع وربي يوفقنا ويوفق اي واحد المهم اخوتي انا حتى كنت بغيت نحيد من اليوتيوب ايوا اخوتي اصروا على انني نصور كل مره لقطات ونثبت الوجود ديالي نظرا للمشاهده عندي نازله وانا كل وقت تنقى نشاهد فيديوهات ديال عباد الله بدون فائده الناس تيطلوا وتهربوا ما فهمتش واش الفيديوهات ديالي ما تستاهلش الواحد يشاهدها حشومه وعيب حتى لي زابوني حتى تيطلعوا شويه تيبقاو ينزلوا عواشركم مبروك اخوتي وكل عام وانتم بصحه وسلامه واللي باقي ما اشترك يشترك واللي ما تيديرش لايكات يدير لايكات لايك كثر ليه الخير المهم اخوتي كما لاحظتوا هذا كان تصوير ديال اليوم قبل عيد الاضحى كنا درنا واحد الخرجه باش نشريو يعني مستلزمات ديال الدار اللي بقات من اتاكاداو كرو ولا اتاكاداو اللي كاين في مدينه سالا وطبعا مشينا في نفس الوقت نديروا واحد الجوله عينا بزاف من التوجات انا راه عندي روتينيات ديال التخمال وعندي
المشاغيل وشحال من حاجه. انا تنشاهد العباد الله داك الشيء والناس ما تيشاهدوش ليا نهائيا، لا ديال السفر ولا ديال التاريخ ولا اي فيديو. الناس يديروا غير خربقه زربقه تيتفرجوا فيهم، وانا تنبقى نحفي عقلي ونحفي راسي لا بالمونتاج لا بكل شيء، ولا احد يشاهد، كأن انا غير موجوده في اليوتيوب. المهم الله يجيب لي يشوف لينا حتى الاخر، وكنتمنى التوفيق للجميع. وسمحوا لي اخوتي جيتكم بواحد الطاقه سلبيه، ولكن الحمد لله انا كلي مليانه بالطاقه الايجابيه. كنتمنى خير لاي واحد، وتنتفائل خير، تنتفائل خير. واخا انا دابا 4 سنين وانا في اليوتيوب، اللهم لك الحمد على كل شيء. اللي يدخل عندي واشترك تنقول له الله يكثر لك الخير، الله يعطيك الرزق. المهم انتم اخوتي هذه هي الجوله ديالنا، مشينا لاتاكادا باش نشريو المشروبات الغازيه ونشريو الطحين ونشريو مستلزمات العصير، اي حاجه تبقات لينا العيد الاضحى تنشريوها. وشفنا في نفس الوقت هذوك الاكباش اللي كاينين تما تباعوا ديال مواليهم، اكباش ما شاء الله، ولكن راه الغلا خوتي في الثمن. العام اللي فات كان 60 65 الكيلو، هذا العام راه شفتوا شحال رجع الثمن طالع، وراه ماشي غير الحاولي اللي تزاد، راه البوطه تزادت 10 دراهم دقه واحده، وكذلك الفخر الفحم كذلك اي حاجه، يعني اي حاجه خوتي انا. المهم كل شيء تزاد، تزاد الخضره تزادت، بالخصوص في داك السيمانه الاخرى ديال يعني قبل من العيد، كل شيء تبقات كل شيء تزاد، داك الشيء الكمون ديال الابزار ديال العطريه كل شيء غلا، كل شيء يعني الموظف الله يكون ليه في العوان. ومسكين هذوك اللي طالب معاشو واللي ما بحالهمش، هذوك راه كاع ما عيدوا نهائيا. نقول الموظف كاين اللي عيد وكاين اللي ما عيدش، يعني حنا تنتمناو من هنا القدام يحيدوا علينا هذا الغلاء، وترجع المغرب كما كان في الاول، والله يبعد علينا عين الحاسود. والمغرب ديالنا راه زوين وغزال، غير كاينين شي عناصر هما اللي تيديروا لنا التخربيقه هذه، والله يعطيهم يعطيهم اللي يعطيهم. المهم اخوتي عواشركم مبروك، وكل عام وانتم بالصحه والسلامه. ومن بعد ما مشينا لاتاكادا ومشينا للغابه الصغيره اللي كاينه في مدينه سلام، تمايا جلسنا شي شويه خاويه ما فيها حتى حد، الناس معيدين بنهار قبل، كاين كاع اللي ذبح حدانا يوم عرفه، الناس ذبحوا اللي شاري جوج تيذبح عرفه وتيذبح يوم عيد الاضحى. صحنا شحال هادي من ما كانش الغلا كنا تنديرو هاد القضية، ولكن دابا الغلا خوتي ما شريناش من اتاكادا ولا من كارفور ولا من مرجان، وما شريناش من الاسواق اللي كاينين اسبوعية. حنا خدينا تقريبا هادي شهر باش خدا الاخ ديالي من عند واحد الصديق، المهم طلع لينا زوين. كون بقى حتى لهاد الوقيتة هذا كون راه شرا فوق 100,000 ريال، يعني الناس اللي تيشوفو تيقول الثمن ديال الكبش ديالنا 120 130، الحمد لله حنا خدينا قل من 100,000 ريال، يعني في حدود هذيك ديال 4,000 درهم. وواحد ديال الاخ ديالي يمكن خدا بالريال يمكن 52,000 ولا 56,000، مبقيتش عاقله. المهم عرفاي ديالنا الحمد لله، ودرنا واحد الجوله في المدينه، هذا حي السلام اخوتي. ايوا غتشوفوا الناس اللي غادين بالحواله ديالهم، اكباش غير صغيره والثمن ديالها عرفتي شحال طالع طالع بزاف بزاف، الله يكون في عوان الفقير، الله يكون في عوانه يا ربي، لان الاغلبيه ديال المغاربه فقراء، يعني نسبه قليله لاغنياء. من بعد ما ارتاحينا في الغابه الصغيره وشفنا الاجواء كل شيء، الناس غاديين تيجريو في الطرقات، ولكن ماشي داك الجري اللي كان المعتاد ديال العوامات اللي فاتوا، ما تطلقايش منين دوزي بالحواله طالعين حواله هابطين، شويه الدنيا مرخوفه. ومن بعد شدينا الطريق للدار، وهذا حي السلام اخوتي، الطريق اللي تدي لطريق نيطرة، يعني حنا دابا في طريق مكناس وكان طريق نيطرة، وشتو هذاك الحاولي اللي هازين هذوك الجوج باينين فاردين في هذاك، حتى انهم باش ياخذوا ليه واحد توك توك ولا واحد المركوب يعني غيكون غالي، فضلوا انهم يديروه في الموتور ويوصلوه للدار ديالهم. وهانتوما كما تشوفوا الاجواء، هذا هو النهار قبل من عيد الاضحى، وتشوفوا بزاف ديال الحوايج. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، اللي عنده المام بهاد الشيء هذا وبغى يشاهد الاجواء ديال قبل من عيد الاضحى، هانتوما هذا وحي السلام اخوتي، الله يحسن عوان الفقير. والله الا كنت نشوف بعض الناس يمشيو الاسواق الاسبوعيه في مدينه سالا
و تيقول لك كاين ريحه الشياط كاين في الاسواق الاسبوعيه. شي كاين في سوق الخميس ديال السهول ولا في سوق سيدي عبد الله اللي دار جهه بوقنادل. الناس يقول لهم زعما ما تمشوش لسوق الخميس راه فيه الغلاء، اجيو سيدي عبد الله. من مشيت لهذاك ديال سيدي عبد الله الناس تيبكيو بلبكة، تيقول لك الغلاء الغلاء، خص واحد يبيع اللي عنده باش يشري الكبش، بالخصوص اللي عنده الوليدات الصغار، حيت الاباء ما تيرضاوش. تيقول لي واش باقي ما شريتي حاولي، تيقول لي ما يقدرش يقول لولدو راه ما عنديش. كاين اللي مثلا تيشنق راسو، كاين اللي تيمشي يتسلف، كل واحد مسكين وكي داير الظروف ديالو. الاغلبيه تيكونوا باعة متجولون، اغلبيه مساكين واخا يكون خدام موظف ولكن ما تيتقاداش هذاك الاجر العالي. يعني اللي عنده مليون فوق هو اللي يقدر يشري، اللي ما عنده قل من مليون محال. هذاك الشيء غالي، ما يقولوش غير حاولوا، حتى هذاك الشيء اللي خصو الحاولي كل شيء. الا بغيتي غتشري تشد قزار راه خصو حتى هو تعطيه الفلوس. بغيتي مثلا تجيبي الحاولة قبل من الوقت خصك تعلفو وتوكلو يعني تبان، وخصك بزاف ديال الحوايج. وانتوما هذا هو الطريق غادي من هنايا لشارع التوب. شارع التوب تيحطو تمايا داكشي، غنشوفو بعينيكم شنو تيحطو قبل من العيد. اغلبية غيكونو داكشي ديال اللي تيخص العيد الاضحى، اللي تيبيعو الميكا، اللي تيبيعو سطولة، اللي تيبيعو الشباكي، اللي تيبيعو الفخر، كل واحد وشنو تيبيع. هانتوما لاحظوا معايا، هذا مسكين تيبيع الشوايات، السفافد، كاين اللي تيبيع البريكات هذوك اللي تيشعلو. هانتوما هادو هما جهة دوار الشيخ مفضل او حي الشيخ مفضل، كل واحد شنو تيسميه. هنايا دو خاصين هادو بعيد الاضحى، العطارات، البرقوق، الزبيب وما جاور ذلك. كنتمنى اخوتي كل عيد اضحى وانتم بالصحة والسلامة، والعيد الاضحى الماجي يكون احسن من هذا العيد. هذا درت لكم جولة بالسيارة ومن بعد جولة على الارجل. هنا كنا خرجنا باش نجيبو شي حاجة ديال الخضرة، كانت خاصنا البصلة وكان خاصنا مطيشة وشي حوايج اخرين، نعناع، مهم جبناهم كانوا زادوا فيهم في الثمن اخوتي. ربطت النعناع داروا ليها يمكن 5 دراهم، قزبر ومعدنوس دايرين جوج ب6 دراهم، يعني كل شيء زادوا فيه. اي والله يحسن العوان الفقير. وهذه هي الجوله اخوتي اللي درت لكم في السويقه. ما تنقدرش نشد الناس، نقدر شي واحد يشوف الفيديو ديالي، ورغم ان ما تيشوف ليا حتى واحد، يعني لا وصلت تنوصل 200 في، شكون هذا اللي غايشوف؟ راه داك الشيء باين، وحنا تنصوروا غير الشجر دابا، يا الناس راه غادي كل واحد جري عليا نجري عليك. ايوا هذه هي الطريق اللي دوزت قبيله بالسياره، وهادو هما الاكباش ديالنا خوتي في السطح. من بعد ما جبناهم خوينا ليهم بيت ديال الصابون. ايوا تتخافي عاوتاني حاولي مشري بالثمن يمشي ينتحر لك ولا يلوح راسو من السطح. سادين عليهم، خرجنا الماكينه، خرجنا داكشي اللي كاينين تما، وحطينا الكباش ديالنا تما. هذا اللي تتشوفوا قدامكم راه ديالنا، هو اللي شريناه ب4000 درهم، قل 100 درهم يمكن. والاخر ديال الاخ ديالي اللي شراه ب 52 ومع 56 الف ريال. هانتوما هنا الاخ ديالي تيحل حولي باش يتهوى، حيت راه عاد جابوه. ايوا اخوتي اش نقول لكم، الله يحسن عوال الباقي نقولها ونعاودها. ايوا اللي شاهد الفيديو ديالي حتى لهنايا يبارطاجيه مع الاحباب والاصدقاء، وتشوفوا الحولي ديالنا ما شاء الله مربيين، جابوا من المزرعه لهنايا، ما تينطحوا ما حتى شي حاجه، تتمد ليهم الماء تياكلوا زويونين الحقيقه. انا دار حتى من بعد عدرت لكم هاد الهضره هادي. وهنا العيد اخوتي، هنا باقين يلا فطرنا وذبحنا. الاخ ديالي دار هذاك الطاجين هو اللي طيبو، الاخت ديالي دارت هاد لي سلطه اللي شتو، والكباب راه تيصايبوهم، وطبعا البرادات راه المسوس والحلو والكباب. يعني انا راه خدامه تنشعل في المجمر. الى اللقاء.